بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام والجداد وتنقول لهم شكرا جزيلا على الدعم ديالكم. كما تتبغيوني انا تنبغيكم وتنبغي نحضر لكم وصفات اللي يعجبوكم يكونوا في متناول الجميع ان شاء الله بحول الله وقوته. غادي نهضر على الاسباب علاش غادي نحط هذه الوصفه. الاسباب هما عندي مشاكل في البيت، عندي صداع، عندي الوليدات يتخاصموا، عندي طاقه سلبيه ما عرفتاش منين دخلتني هذيك الطاقه، واش حسد ولا عين وتابعه او عندي سحر المرشوش في العتبه. حطت لي واحد الاخت في اوروبا قالت لك تاوما عندهم السحر المرشوش، تيكون عندهم السحر المرشوش الناس اللي في اوروبا تهما تعانيوا من الاسحار. اذا بغيت نكون ايجابيه، بغيت نكون عندي واحد طاقه ايجابيه، وبغيت انني نكون ان شاء الله عندي واحد طاقه رحمانيه في البيت اللي غادي نخرج او نطرد شياطين الحسد والعين والسحر. وصفه سهله مهله اللي غادي تاخد ما تاخدش من وقتك حتى ساعه المكانه وغادي تعمليها ان شاء الله. ولكن ان شاء الله تبعي الوصفة وغادي تلقي غير الخير. أول حاجة غادي نخرج عند عطار أو هاد الوصفة تقدر تكون عندك. أول حاجة غادي ناخد الحلبة، السانوج، قليل من العرعر، السانوج، الحلبة، قليل من العرعر فقط. إذا كان عندك الخزامة وضعيها، إذا عندك الخزامة وضعيها. هادشي اللي كاين في المكونات، هانتوما هادشي اللي كاين في المكونات. عندي قطعه ديال الملحه الصخريه، عندي قطعه ديال الملحه الصخريه. هاد الوصفه تتصلح لها الملحه الصخريه فقط. مع هاد المكونات كل حاجه غنعطيكم كيفاش غديروا لها. عندي كاس الماء ديال فيه ماء الزهر، ماء الزهر اللي غادي ان شاء الله غادي نحيد به العكس ونحيد به الصداع اللي عندي في البيت، وعندي نقير والدراري تيتخاصموا ليا، وعندي مشاكل مع الزوج، عندي قله المال، عندي العتبه منحوسه، عندي ما عرفش دخت، عندي الصداع والمشاكل في البيت، عندي صحتي غدا في الرجوع، تنحس بعياء شديد، تنحس بانني مصابه بالعين او الحسد او في التفواه وصدري مقبوط عليا، لا دخلت للدار ما تنبغيش ندخل لها. اذا هادشي كله من علامات العين والحسد او السحر المرشوش. اذا الا كان عندي السحر المرشوش خاصني نعالج راسي باش ما يتراكمش هذاك الشيء ويوقف عندي الحال. توقيف الحال شنو هو توقيف الحال؟ هما الاولاد ما يبقاوش يقراو مزيان، الزوج يولي غير خارج من البيت بدون سبب، المراه ما تبغيش تجلس في البيت، الولاد تيتخاصموا بزاف، قله البركه، عندي ديون، المال قليل. اذا انا خاصني نجري على راسي، ماشي عيب سبب عبدي وانا نعينك، لان تنديروا الاسباب والاسباب بيد الله، لان الله هو اللي عنده الاسباب. اذا انا بغيت نكون ايجابيه وبغيت نكون عندي طاقه ايجابيه في البيت. عندي وصفه سهله مهله وغادي نديرها ان شاء الله. اول حاجه هذه ضروريه، الملحه الصخريه ضروريه. غادي يقولوا لي الناس اللي في اوروبا ما عنديش الملحه، ما عنديش صخريه، غادي ناخذ هاد الملحه اللي تتكون حبيبات. غادي نعطيكم نتوما الوصفه ديالكم باش انكم تحاولوا انكم ديروها ان شاء الله. كل واحد خاصو ياخذ حقه في هاد الوصفه. اول حاجه ناخذها وندوزها على الزوايا البيت، وانا تنقرا ايه الكرسي، كل زاويه تتحصنيها من شياطين وتخرجوا السحر. اذا كان سحر، اذا كان عين، اذا كانت حسد، غادي يخرج باذن الله. غادي نمشي للزاويه الاولى هي ديال الباب على اليمين وعلى اليسار، غنقرا ايه الكرسي. غنمشي للصالون فيه اربعه الزوايا، كل زاويه غادي نقرا فيها ايه الكرسي للتحصين.
البيت من كل الشوائب او اي حاجة ضراتني في البيت. غادي ان شاء الله حتى نكمل غادي نمشي المطبخ تا هو نحصنه، الا المراحل لا. نحاول ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخد هاد الملحة غادي نديرها في واحد الزيف ابيض، نفرش لها زيف ابيض ونخليها حتى الباب على يديك اليمنى، على يديك اليمنى غادي نحطها، لانني حصنت البيت كامل وبغيتها تحيد لي الطاقة السلبية اللي في العتبة، ان كان سحر وان كان عين وان كان سحر وان كان اي حاجة غادي تسحبها لانك قريتي عليها. غادي الصباح رباح غادي ناخدها غادي نحطها فوق النار، فوق النار فوق البوطة، نحاول نحط الطرطق لان الطرطق هي بقوة، غادي لونها غيصير لونها احمر، لونها غيصير احمر، غادي تبدا الطرطق. نحط الكسكاس عليها، نحط بحال هكا الكسكاس ولا اي حاجة نحطها هكا باش ما تطرطقش، وغادي نطفيها في هاد الماء اللي غادي ندير هنايا، غادي ندير فيه الزهر، ماء الزهر، ونضيف ليه ماء اخر، وغادي هادي غادي نطفيها هنا، غادي نطفيها هنايا. هاد الماء اللي غادي نطفي هاد الملح اللي غنطفيها راه غادي تطرطق بقوة في الماء. حاولوا انكم تنزلوا هذه الارض وهذه الملحه غادي من غادي تسخن غتهزيها بجوج معالق وتطويها، او تحطيها على شبكه ديال اللي تنشوي بها، تحطيها وتحطيها عاد تحطي عليها الملحه وتخليها تطفى في الملحه، الملحه تطفى في هذا الماء اللي فيه الزهر، وغتضيفي الماء الى لهنايا. اول حاجه غادي تاخدي قنينة بخاخ وترشي البيت كامل، هترشي البيت كامل لأن هذه مقرية عليها صورة، عليها صورة آية من القرآن الكريم، آية الكرسي رائعة بإذن الله. وغادي ناخد بخاخ هذا نحاول أنني نعطي الأبناء يعوموا بها، انتي تعومي بها، ولكن جمعي الماء وتلوحيه في مكان عاشب، تلوحيه في مكان عاشب، جمعي هذاك الماء اللي فيه الملحه اللي عمتي بيه انتي والوليدات باش ما يبقاوش يتضاربوا، ما يبقاش عندك صداع، تعطي للزوج ديالك يعوم تعومي به، ولكن الماء تخلي وعاء الى اي غرفه نقيه، وغادي تجمعي هذاك الماء وتخليه الماء، تجمعوا الماء ديالكم كاملين وتلوحوا فيه شي جرده ولا شي مكان عاشب. اذا غادي الناس اللي باغيين يديروا الملحه الصخريه غادي ياخذوا واحد الوعاء ويقراو على الملحه في كل زاويه، يقراو ونفتوا حتى غادي ان شاء الله يكملوا الزوايا كامله نفس الطريقة. وغادي ياخدوا واحد المقلاة ويسخنوها حتى اللون ديالها يصير لونه أسود، وغادي نمشي ناخد المقلاة وغادي نطفيها حدا الباب، غادي نطفيها حدا الباب، غادي نصفي هداك الماء لأن اللون ديال الملحة تيتغير من بعد ما تسخنيه، غادي تصفيه من هاديك يكون شي لون أسود ولا شي حاجة، غتصفيه وترشي الزوايا البيت كامل، وتاخذي هذاك الماء غادي تحاولي انك تعومي به او تعطي لوليداتك يغسلوا به، ولكن جمعي هذاك الماء ديال الملحه وتلوحيه في مكان عاشب. نفس الطريقه نفس كل شيء الا مقلاه فاش غتحطي الملحه، ولكن الملحه غادي تسخنيها باذن الله في مقلاه على اساس انك على اساس ان الملحه ما عندكش الصخريه. اذا بحول الله غادي نبخر بهاد الحلبه والسانوج والعرعار، الا عندي الخزامه نديرها، غنقرا عليها صوره الشرح 7 مرات وغادي نبقى نبخر بها مره مره في البيت، غنبقى نبخر مره مره في البيت حتى ربي يهدي البال.
مهم العرعار، السانوج، الخزامة، هادو عندنا، والحلبة، أربعة المكونات. ونحاول نبخرو بهم بعد ما نقرأ عليهم صورة الشرح 7 مرات، ونحاول نبخرو بها في أي وقت، عن ما عندهاش وقت معين، أي وقت شتي المشاكل عندك أو أي حاجة غادي نبخر بها إن شاء الله. ديما الولاد اللي كانوا يتخاصموا ديما رمي الملحة في الزوايا البيت. إذا أحبابي، إلا عجبتكم هذه الصيغة حاولوا تخليوا لي لايك، دعموا القناة، تفعلوا الجرس، أبوناو بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.